النهارده هعمل لكم طاجن خفيف وبشكل جديد، وهو طاجن البتنجان باللحمه والجبنه الموتزاريلا. تيجوا نشوف احنا هنعمله ازاي. في صينيه بايركس هنبتدي نرص البتنجان والكفته والطماطم والبصل بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. وهنحط الصلصه على الطاجن بتاعي، وهنغطي الطاجن بتاعنا بورق فويل وهنحطه في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة. وبعد ما طلعنا الطاجن بتاعنا من الفرن هنرش على الوش جبنة موتزاريلا، وبعد ما رشينا جبنة موتزاريلا هنحط الطاجن بتاعنا في الفرن لحد ما جبنة تسيح. وبعد ما الطاجن بتاعنا طلع من الفرن بعد ما حطينا الجبنة الموتزاريلا وساحت، أتمنى أن الوصفة تعجبكم، مستنية رأيكم بعد ما تجربوا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.